أمامنا مبنى الذي توجد به الأمانات المقدسة المأخوذة من الحجر النبوي. إذا زرتم القصر مروا على قسم الأمانات المقدسة، يقال أن سيف وبردة المصطفى عليه الصلاة والسلام موجودة هنا. والحين بنروح مكتب محمد الفاتح السلطان اللي داخله مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الأبيات التي تمدح أو تثني على السلطان عبد المجيد كان الأول. وهذا قدر سيدنا إبراهيم عليه السلام والعلبة المحفوظ بداخلها.